السلام اصحابي الحنشه واصحابي اللي يحبوا السلعه الحرشه. اليوم ان شاء الله باش نمشيو نشوفوا اخر فيديوهات اخر تطورات اخر الاخبار وبالطبيعه نفرقوا فيهم على كل ما هو جديد. لكن قبل كل شيء كما العاده تشكر تضربتك اللايك ماي برادر ماي سيستر. وصل الفيديو هذا 1500 لايك قبل 24 ساعه باش اخوكم زيد هشيك سي واصل كل نهار يبعث لكم فيديو جديد نضحكوا فيه فهمتي على مواضيع ما فيها اخبار البلاد حاجات تضحك منهم وغادي ايش تعرفوا يعني جو زاد هشيكس. ويلا بينا شباب شوفوا اخر فيديوهات واخر التطورات. ليتس جو. لطفي المرايحي الحل لازمه البطاله هذا سمعت باش رشح رئيس بارامون خلنا حل البطاله راح اليوم. علاش ما ناخذوش الشباب هذا اللي هو عاطل على العمل والمهم اليوم اللي اصحاب الشهاده ونعملوا لهم شويه تكوين ويقع بعد تاثيرهم بان بروفيسيونيل حد من الواحد ويندسوا كخلايا في وسط الحوم نتاعهم ويجيب الاخبار ويجيب المعلومه ويعرف شكون تعدى وشكون ما تعداش. شنو هو اليوم نتسائلوا شنو هو مدى التواجد نتاعنا المعلوماتي؟ يعني حاملين شهاده العليا يوليو مخبرين معنا اي مخبر اش بيه؟ مخبر لبلاده عين على نتاع بلاده شنو اللي فيها كيما صورتي اللي يخدم نعرفوه شرف لي هذايا قاعد يحمي فينا. هذا هو حلك البطال اخويا الغالي اخويا بطال ولا طحان صاحبي. نزيد السيد خليك سحاب شاهد العليا معناتها على الاقل على الاقل قاري 20 سنه بعد صاحبي يولي لك طحان معناتها انا نقرا وناخذ شهاده الباك ونعدي بريود في الفاك وانا نقرا نتخرج ومن بعد نولي لكم طحان لا حاجه به تبارك الله. خلنا الحل قيس سعيد نجم تحطه في الحبس هذا سيد الرئيس وقيس لا لا هذاك شد رئيس مش معناته معناتها رجع الكل طحان احنا نسبة البطالة 20% حتى نولي ديريكت يلزمني قبل ما اللي نشد خدمة نعدي عويمين ستاج طحين خاطر نهار اخر باش يقبلوك العراف وكل قال لك لا ما عادش حاشي بك عامل ستاجات تبع الدومين نتاعك اسكو انت عامل ستاج في طحين ولا مالا وينك يلزم ياخو واحد طحان باش يعرف اللي هو كيحطه في الشركة باش يوصلوا الاخبار وتدخل الحكاية في الايكو سيستيم نتاع تونس وكا وكل ونولي وكل طحان ما تشدك خدمة كما تعدي عويمين مخبر اغزر عاد كيفاش شكل برق شو فيه مخبر وفي تعريف سمحت تكتب هكا المهنة مخبر ولا طحان جوست نحب نعرف ويندسوا وخلوا فيها بكل وقاحة يندسوا ندس على ولاد حومتي تو هذا كلام معناتها نمشي انا نطحن بولاد حومتي وشرف ليا مين جا الشرف اختي عادي مش شرف فين لا اله الا الله خاطر واحد ما عرفش انا خويا يتكيف ولا حاجه نمشي نطحن بيه معناتها انا سي بون وصلت النيفو بتاع شرف يا لطيف خدمه للبلاد واحد مسكين حياته تدمر عام كامل حبس وابار الخطيه ومستقبله يدمر خاطر طرف بو 10 ولا بو 20 واللي انا السبب اللي انا خليته يدخل الحبس هذاك شرف تشوف فيه ها ولا وحدانا تونس كامل تولي خويا حتى اللي يغزر غزر ديريكت يلقى ولاد حومته بال 20 30 واحد الكل ماشي للمركز لا اله الا الله هذيهم وصلوا مخ وتقمامه نرموز السيد هذا مثقف ويعرف يحكي ويجب وفيه باش يشد رئيس الدوله هذا يحلك البطاله ايه على تونس ايش باش تعاني يا خويا ايش باش تعاني والله هذي فقر 20 سنه وبعد فيه وشد طحان نبداو بيك انت مالا ان شاء الله تحب تخدم طحانه وكمشي نهاتونا سوء الجزائر وقاعده تحجرها لانها هي اللي مؤسستهم في الارض لانها هي اللي مؤسستهم لكن اللي اسست تونس شكون؟ بكه هي في القران بكه راهو مش مكه بكه هي اللي اسست تونس على هذاك سبحان الله راهو يكذب التونسي يقول انا عندي غل البكه الا اذا هو ماهوش تونسي حر هذيك حاجه اخرى نقولوا احنا عنده شنيه شويه من الجنسيات الاخرى هذيك حاجه اخرى. السيده قاريه كتاب ودين سي بون ولات ماشي بالها ارتقات للنيفو الاخر ولاتني بي استغفر الله تخيل في روحها اللي هي مريم العذراء تو سي بون وصلت نيفو ماكس. اول حاجه مش العباد المدينه كما هكا المراه يقول لك المراه المدينه كما هكا ما لازمهاش تحكي بصوت عالي مش صوت المراه عوره انا كنعرف راهو معناتها المراه لابسه كما هكا نقاب ولبس شرعي وتبارك الله تحترم روحها معناها اللي عجبك فيش نسيها كشعر مسيب ودنيا وعالم ولا تلقاها مسكتي في البيترو جايه هذيا تعملهم في مناظره خاطر هي لابسه لبس شرعي وشاد في يديها كتاب اللي يقرا كتاب في تونس صاحبي اللي يعرف مناظرات ما لقيتش ويد ادخل للمترو
العبيد كورين تلقاه واحد خوي خمسة بتاع العشية مفلوق بالخدمة مقطع فهمت، يحب يرتاح يقعد في كرسي يرتاح يتنفس شوية فيك الميترو بعد نهار تعب جي هذي شكون عمل تونس ماي بكة دكة ش عندك دكيت وش عندك بكيت وخي شنو تفرج على فيديوهات يوتيوب وتشد كتاب سيبو وليت واللي تفهم في تاريخ تونس لا اله الا الله والله العظيم التونس هذوما اخويا يا لطيف المتروات سيرتو المتروات نتاع تونس كل ما تطلع لازم تشوف غريبه ما فيهاش على الاقل غريبه واحده فهمتني ساعات هك يا مرا تلقى مرا كيما هذه لبس البشار اخويا لا فهمتني تعال في محاضره مرا مغادي تربرب زوز صغار مغادي يسرقوا في تليفونات البنات سبعة كسيوم ما تنجمش تركز مع موضوع واحد هي محلامة فاش تحكي على بكة ودكة أختي أصلا تونس خالتك تونس عملتها بكة ولا دكة أختي الغالية عقبة بن نافع كي جاء لتونس تونس أصلا وقت اسمها أفريقية كان في بالكش اسم تونس تونس لهنا لهنا راهو تعمل فهمتني لا بكة ولا دكة عقبة بن نافع كي جاء للقروان وكل وجاء ونشر الدين الإسلام وكل وقتها اسمها أفريقية وقتها يشاور في الخليفة باش على الأول يدخل أفريقية على الأول منعه قال وليه خاطر صعيبة وكلهم بعد كي جاء الخليفة اللي بعده قال له ميسيرش أدخل أفريقية إيش علم هنا تو تاريخ خاني لكتاب ولا لبس شرعي لا 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 بي او في رونالدو بعد ما خرج من اللورو يا ودي سامحني لا كان يسخن تقابلني غدوة انت نعم معك مشكلة مزمرة على الاخر ما تعطينيش 10,000 دخاني وكذا وشاي مزمرة عليك يا صاحبي يوديش بيك مرحبا بيك كيفاش نكيف ونحن في المخدرات وكذا نضربه في المخدرات 6 زي اخزر رونالدو الوحيد اللي عنده الحق يضرب المخدرات ما تحكي ليش عنده ألف حق خويا تحول هكا عنده ألف حق بعد خساره فرنسا وجواو فيليكس والجموع فهمتني عملوها معاه يلزمه يتكيف باش ينسى خويا يلزمك تفرح بيه هذاك يمشي يا خو درف ب 20 مليار خويا ب 30 مليار باش ينسى بيه الشيء اللي عمله في جواو فيليكس يا الله والله يسخفني حاله رونالدو عني انا صحيح حب ميسي توبان اما خويا حبيت رونالدو يهز لورو نتاع سنين الحقيقه الله غالي ما هو مش كاتب والله خاطر فانت كارير باز خويا يسخفني برجوليه سخفني وجيع يعمل لي اللي عليه وكل هذاك المكتوب هذاك اللي صار الله غالب ما كتبتش هكا ميسيرش ماك هزيت لورو مره ايش هو كم نظم ايش هو كم تونس ممنوع السباحة خطر موت عندما يطبق القانون خرج خوي فما ريحة حد صحراء أصلا صحراء مش بحر وانت خوي تضحك على عبيتي انت بحد ذاتك ماشي تبحر ياك لبس باش لبحر خوي على شكون تضحك دو فهمني خوي يا زينب العادي يعني عادي احنا خطر موت خويا عتيد تونسي المطعم تاع الحدث تدخل اللي خطر موت له قرش لا كورون ضارب في وسط الماء ما على باليش خويا انا جيت نحب البحر نحب نتمتع ما بعد صاحبي موت ما مش حاجه اخرى تونسي عتيد المطعم تاع وقتها من هكا خويا احنا عباد ما نخافوا كان ربي صاحبي لا تقول لي خطر موت بحر لا حد شيء يرحم الله والديك يا طيبة يا طيبة يا دواء العيان اشتقنا لك والأواب نهدانا والرواب نهدانا شيلة بيرة وتخونتي مرحبا بيك عجبتني اقسم بالله صاحبي خير من الغنية الاوريجينال كما العادة كلايب بيجي يبدعوا بيه لا بالتي لا ستود لا نوردو لا حد لا يشدوا كان كلايب تدور في صوته بذكاء الاصطناعي بعد سايبوه شوي خليه يتنفس السيد ظاهر فيه دخل في ديبريسيون بعد ما هبط له انتم الاغنيات هذوما الكل ولا معش ما هبط في اليوتيوب السيد يسايسوا عليه الزح والله كان جيت في بلاصته خويا نعتزل الفن انا خويا مش نعمل عملية تجميل نبدل به منظري تسايبوه انا هاني نضحك وكل على الفيديوهات اللي تعمل فيها ما سخفني والله يا سخفني سيبكم وربي حسيبكم المتنمرين يا اخويا المتنمرين بعد يا شباب شبكتكم وصلنا لاخر الفيديو ما تنسيش تعمل ضريبة اللايك ونشوفكم ان شاء الله غدوة في فيديو جديد ان شاء الله يكون نهار فيديو كما العادة ما تنسيوش تلاقيني على الفيديوهات في الانستغرام وتيك توك الانستغرام زد هاش اكسبونتين وتيك توك زد هاش اكسبونتين يلا بيس اند لوف كان معكم اخوكم زد هاش تلمور فوكينكس باي